الحقيقة هذا الحدث سيسجل للجزائر وللدولة الجزائرية، وهذا هو التعبير الحقيقي للمبدأ الذي اقترحته الجزائر على الأمم المتحدة المسمى بالتعايش معا، الذي وافقت عليه جمعية الأمم المتحدة واتخذت له يوما وهو 16 ماي من كل سنة. إذن فهذا اللقاء بين يعني المسيحيين والجزائر فتحت ذراعها لهؤلاء الضيوف الذين جاءوا من أجل تطويب من اغتالهم الإرهاب الأعمى أثناء المأساة الوطنية. أقول أن هذا حدث يؤكد المصالحة ويؤكد التعايش السلمي ويؤكد القيم، قيم ديننا وقيم إسلامنا وقيم الجزائر.